مشاهدينا مسخر عليكم، مرحبا بكم معنا في يوميه جديده من يوميات برنامج اش اخباركم. في اطار جولتنا في مدينه قصر الكبير غادي نزوروا جمعيه منتدى اوبيدوم للتواصل والاعلام. خليكم معايا نتعرفوا عليهم اكثر. واحد السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليك؟ صحه بخير الحمد لله. بارك الله فيك. شرفنا بالمعرفه ديالك. مصطفى العبراج، رئيس منتدى اوبيدوم للاعلام والتواصل بالقصر الكبير. مرحبا بكم. بارك الله فيك. تفضل. شكرا سيدي. السلام عليكم، مرحبا بنا عندكم سي مصطفى. بارك الله فيك. نهارك كبير. سي مصطفى، اول سؤال هو كيفاش جات الفكره ديال تاسيس ديال جمعيه منتدى اوبيدوم للاعلام والتواصل؟ بالنسبه لجمعيه اوبيدوم للاعلام والتواصل، فهي جمعيه كتهتم بالمجال الاعلام وكذلك كتهتم بمجال التواصل. فكانت البدايه انطلاقا من بوابات القصر الكبير. هذه البوابات اللي كانت يعني كنعملوا فيها مجموعه من النقاشات اللي كتهم الوضع السياسي ووضع الشان العام المحلي بمدينه القصر الكبير، كذلك كتهم المثقفين وكتهم جميع الفئات ديال المجتمع القصري. فمن ثم يعني كانت تاسيس بوابه القصر الكبير الاخباري، يعني كبوابه اخباريه اللي كنقوموا فيها الأنشطة الإعلامية. فانتما كانت الحاجة إلى واحد الإطار قانوني اللي ممكن يتيح لنا أكثر التواصل مع السكينة ويتيح لنا أكثر تغطية مجموعة من الأنشطة وكذلك تنظيم أنشطة ثقافية وإعلامية إلى غيره. تبارك الله عليكم. شنو صادف الزيارة ديالنا اليوم؟ الآن صادفتينا في إطار اجتماع الأخير قبل انطلاق الكرنفال التربوي الثاني اللي كنظموا بشراكة مع النيابة الإقليمية وزارة التربية الوطنية، وهذه مناسبة باش تحضروا معنا هذا الاجتماع. تفضلوا معنا. السلام عليكم. إذا نستأنفوا الاجتماع ديالنا اللي هو آخر اجتماع قبل انطلاق الكرنفال التربوي الثاني. فيعني سنشوفوا شنو هي اخر الترتيبات اللي كاينه بالنسبه للجنه ديال الاستقبال، بالنسبه للجنه اللي غادي تشرف على التوزيع ديال المؤسسات التعليميه باش يكون واحد التنسيق ما بين المؤسسات التعليميه وما بين الجمعيات ديال المجتمع المدني. فكما كتعرفوا هذه السنه دار العدد عندنا اكبر من السنه الماضيه، دونك فباب المداخلات مفتوح. وشنو الراي ديالكم في المساله؟ كيفاش كتشوفوا نظموها؟ على ما وصلنا دابا حاليا ان لجنه التواصل وصلت لنا ان الحضور دابا راه كاين بواحد الشكل كبير. لجنه تنظيميه قيمه بشغله، راه حاليا تقسموا لاربع مجموعات وان شاء الله غنتمنى ويكون هذا الشيء ناجح ونكونوا قدوه لبزاف المدن. الى حد الساعه دابا كاينه لجنه التنظيم تقريبا كاينه 150 مؤطر اللي غادي يكونوا خارجين في التنظيم، اضافه كاينه كل مؤسسه تعليميه تخرج بعض المؤطرين ديالها اللي غادي يقابلوا التلاميذ ديالها، غادي يعطي لنا واحد التحكم في المسار ديال الكرنفال. قلبوا على الثانويه المحمديه ديوها له، غجمع له خمسه ولا سته عنده. سي مصطفى، شنو هي الخصوصيه اللي كيتميز بها الكرنفال التربوي ديال اليوم؟ الكرنفال التربوي هو هذا في النسخه الثانيه ديالو، فكما كتلاحظ ان هذا العام هذا كاين المشاركه مكثفه ديال المؤسسه التعليميه، حيث اللائحه الاوليه عندي فيها حاليا 30 مؤسسه تعليميه، بالاضافه ل 12 الجمعيه، وباقي كننتظروا المزيد من الجمعيات كذلك والمؤسسات التعليميه. فحاليا الاكراه الوحيد اللي كنعيشه هو اكراه ارضاء هذه المؤسسات، بحيث ان احنا احتكمنا مجموعه ديال المعايير من ضمنها اولا مراعاه ديال السن، مراعاه ديال الخصوصيه ديال المؤسسه، كذلك مراعاه ديال الحاجيات ديالها، واش عندها مجسمات كبيره، واش عندها اليات، واش عندها سيارات. وبالتالي هذه العمليه ديال الارضاء حاليا كتخلق بعض النقاشات. فوالا يعني هي العائق الوحيد، فكنترجم انهم الامور دوز بسلام ويمتثلوا التوجيهات ديال اللجنه التنظيميه. تبارك الله عليكم. شنو المتمنيات ديالكم، الطموحات ديالكم؟ الاكيد ان الطموحات ديالنا احنا دائما عندنا طموح كبير وكبير جدا، فالطموح ديالنا هو ان هذا الكرنفال التربوي يتحول الى كرنفال، يعني هو محلي حاليا، فكنتمنى باش انه يتحول الى اقليمي ثم يولي جهوي وطني ولما لا دولي، يعني ان الطموح ديالنا فهو مستمر يعني بناء على هذه الدرجات. بالتوفيق ان شاء الله. وكنشكرك بزاف على الوقت اللي دوزتي معنا. الله يبارك فيك. شكرا لك. بارك الله فيك. مشاهدينا، من هذه الاجواء الاحتفاليه جات الوقيته نودعكم فيها، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقيته زوينه. تبارك الله عليكم.